هتلاقي في الالبوم فيه موجود وليد سعد، بس هتلاقي وليد سعد برضه مدين اغنيه غير حاجات اللي هو مختلف. يعني او اخترت منه حاجه حسيت ان هو مختلفه بالنسبه له، انا الشكل ده من الدراما ما عملتوش. رحيل برضه نفس الحكايه، انا اول مره بشتغل معاه يعني، هو يعني ملحن مخضرم يعني شويه كتير، بس هتلاقي برضه حب هتلاقيها مش شبه رحيل قوي يعني، بس الحمد لله توفق لك عزيز يعني. والجداد بقى اللي هو بلال سرور اللي هم عملوا ثلاث اغاني وشفاهم في منتهى التجديد والاختلاف، وبجد هو ده جيل طالع بمفرداته بصياغاته حلو قوي ان حضرتك تدي فرصه للجيل الجديد او الشباب او الناس اللي هي ملهاش اسم وتاريخ وخضرامه ان يشتغلوا مع نجمه كبيره زي حضرتك. طبعا بس انا عملت كده كتير في حياتي يعني، لما تلاقي ده متعودين منك يعني حتى من زمان، حتى صلاح شرنوبي حتى قبل ما اشتغل الله يرحمه ورد اشتغل معايا الاول، كان ساعتها لسه جاي من اسكندريه مثلا. محمد ضياء نفس الحكايه كانت بداياته، وبهاء الدين محمد في بداياته يعني. فانا عندي مساله الاسماء ما بتعنيليش قوي قد ما بيعني لي انا باخد ايه الكونتنت، ايه المحتوى اللي باخده في الاغاني. طب في اختياراتك بيهمك او تفكري في الصحوبيه والعشره، ولا اللي هو ان انا اللي معاه شيء جيد هو اللي يبقى مفيش احراج؟ العشره مهمه قوي، انه يبقى في ناس صحابي بقول لهم انتوا عندكم ايه؟ هاتي الاول عشان يعني اصحابي طبعا ممكن ابديهم بعرفهم، فاول ما هبتدي اشغل في البوم هكلم امير تعيمه وهكلم ايمن بهجت وهكلم بهاء الدين محمد وهكلم الناس اللي بعرفهم واشوف يعني، بس هم عارفين لو في حاجه مش عاجباني مش هاخدها يعني، مش عشان مفيش كسوف لا طبعا ما ينفعش